بسم الله الرحمن الرحيم. احنا والله انا بدي اشكي عن وضع البيت اللي انا فيه. انا وضع البيت اللي انا فيه يعني البيت بالمره، الاوض عندي بتسيل، الوضع بالمره صار، لا عندي اكل لا عندي شرب، جوزي عيانه بشتغلش. بعدين انا لقيتها داخله على فصل الشتاء، فصل الشتاء انا هاكلي هم من ايش؟ من المي اللي بتعدي عندي في قلب الدار. عندي غرفه والله غير عاملاها بالزفته، نخوف المي ما تسيل على اولادي في الليل وهم نايمين. بعدين عند الدار نص الصالون اللي بنقعد فيه نصه كله مكشوف، واحنا قاعدين في قلب الدار بتلاقي المي بتسيل علينا. والله انا ما عارف شو بدي يعني اعمل. والله ما انا هاكل هم الا اولادي، من وين حرمات اغطيهم؟ من وين اجيب لهم؟ والله الاكل والشرب اقسم بالله جوزي عمره 65 سنه ولا بروح ولا بيجي ولا بيشتغل، اقسم بالله وحياة الله بقينا ناخذ شؤون، قطعونا من الشؤون وقطعونا من كل شيء. والله والله كل الناس طلع لهم 100 دولار الا انا ما طلع لي. اولادي يعني ما ضلش حاجه الا يروح في الشوارع يشحدوا. وانا الوضع المالي عندي بالمره، من السكن للبطانيات للاكل للشرب، حتى جوزي مريض. والله يا جوزي اقسم بالله عنده غضروف في ظهره وعنده قرحه في المعده، لا بقدر لا يروح ولا يجي. وانا ايش بدي اقول؟ والله انا بطلب منهم انهم يساعدوني في اي حاجه بيجيبوها الي، اذا كان بطانيات اكل لاولادي شرب او حتى ترميم الدار. يعني اذا كان بيعملوا معروف عند الله ترميم الدار، عند الدار كلها بتسيل ميه من الصالون للمطبخ لغرفه النوم اللي بنام فيها انا والاولاد. انا بطلب من مؤسسه اي سي تي اللي عودتنا انها دائما تجيب لنا الاغراض البطانيات وتجيب لنا المساعدات وتجيب لنا كسوه الشتاء لاولادي. والله والله ما انا هاكل الا هم حاجه واحده، من وين اجيب لهم اواعي للشتاء؟ انا معي خمس صغار، اصغر ولد عندي بصف اول لسه الصبحيات قاعد من النوم يصحى يقول لي يما بدي بلوزي البسها، قلت له والله ما في، من وين اروح اجيب لك؟ وانا هذه المؤسسه يعني اذا كان مؤسسه ان شاء الله المؤسسه هذه انها تجيب لي اواعي، تجيب لي اغراض للشتاء، تجيب لي بطانيات لاولادي اغطيهم فيها.